طيب هقول تاني يا شباب، في عندي في اي مشروع بيبقى في عندي مخططات، المخططات دي بتمر بثلاث مراحل. رقم واحد ان انا بيبقى عندي تندر دروينج، رقم اثنين بيبقى عندي اس بيت، او بيبقى عندي رقم اثنين سوفت دروينج، رقم ثلاثه بيبقى عندي اس بيت دروينج. يبقى دي ثلاث مراحل الرئيسيه اللي انا بمر بيها في المخططات. رقم واحد تندر دروينج، رقم اثنين اس بيت دروينج، رقم اثنين سوفت دروينج، رقم ثلاثه اس بيت دروينج. يبقى في اخر المشروع انا بسلم للمقاول، او المقاول بيسلم المالك، تمام، بسلمه تندر دروينج. انا عندي احد المباني، تمام، بدات اشوف انظمه اللو كارنت اللي موجوده فيها. شفت عندي هنا في عندي انظمه اللو كارنت، في عندي الاكسس كنترول سيستم، نظام التحكم بدخول اللي هو نظام التحكم في الابواب، او لو في نظام بصمه او حضور، ده كله بيدخل تبع نظام الاكسس كنترول سيستم. رقم اثنين انظمه كاميرات المراقبه اللي هو سي سي تي في. رقم ثلاثه الكلوك سيستم، او يسموها الماستر كلوك سيستم، اللي هي نظام الساعات المركزيه. رقم اربعه في عندي الداتا، تمام، سيستم اللي هي انظمه البيانات، او اللي احنا بنسميها توصيل اجهزه الكمبيوتر في المبنى للانترنت. طيب بعد كده في عندي الفاير الارم سيستم، نظام انذار الحريق. في عندي الام اي تي في ماستر انتنا تلفزيون سيستم، وده بيبقى عباره عن نظام الدش المركزي، بيبقى موجود في بعض المباني زي الفنادق والمستشفيات. في بعد كده عندي النيرس كول سيستم، ده مش بيبقى موجود غير في المستشفيات والمراكز، تمام، الصحيه او المستوصفات الطبيه بيبقى موجود فيها نيرس كول سيستم، اللي هو نظام استدعاء الممرضات. في عندي البابليك ادرس سيستم، اللي هو نظام الاستدعاء الالي او النداء الالي، ده بيبقى عباره عن الساوند سيستم بتاعي اللي موجود داخل المبنى. وفي عندي، تمام، التليفون سيستم، اللي هو نظام التليفونات في المبنى، طبعا انا لو بدات اشوف هنا اي نظام منهم، بدات مثلا زي بالتليفون سيستم، زي ما بقول لك المبنى ده فيه عندي سبع ادوار او ثمان ادوار، تمام، انا مسميهم ليفل زيرو. في هنا اثنين بيزمنت كان في المشروع ده، دورين تحت الارض، تمام، فانا في عندي اثنين بيزمنت ال زيرو ال1 ال2 ليفل ال، هنا معناها ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وهكذا لحد ليفل 7، تمام. وبعد كده في عندي الروف، تمام، عندي الروف. بعد كده في عندي مخطط، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه اول حاجه عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، اللي هو التليفون رايزر سيستم، او بيسموه الرايزر دايجرام سيستم الخاص بالتليفون. برضه نفس القصه، لو انا بصيت مثلا على السي سي تي في ابص هلاقي عندي اهو ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 3 4 5 6 7 وبيزمنت، تمام، وروف، حلو. وفي عندي هنا اي بي سي سي تي في رايزر دايجرام. في كل المخططات دي هتلاقي نفس القصه. يبقى انت عندك سي المبنى مثلا سبع ادوار او ثمان ادوار او 10 او دورين، يبقى انت كل دور لازم يبقى له مخطط. المخطط ده بيسموه البلان، المخطط الافقي، او المخطط الافقي لمين؟ لهذا الدور. بيبقى موجود داخل هذا المخطط اللي هي الفراغات اللي موجوده في المشروع. يعني ده والله غرفه مريض، دي مش عارف طرقه، دي مكتب دكتور، ده الاستقبال وهكذا، تمام، ده بنسميه بلان. بيبقى موجود مع اي واحده من الانظمه دي لازم يبقى موجود رايزر دايجرام اللي هو المخطط الخاص بالصواعد، او بيسموه مخطط الصاعد. في ناس بتسميه رايزر دايجرام، وفي ناس بتسميه سنجل لاين دايجرام. واحنا قلنا هنا عشان بيتحرك الادوار اللي بيوري لي شكل او توزيع النظام على جميع ادوار المبنى، فاحنا بنسميه في اللو كارنت رايزر دايجرام. اما في حاله الباور يفضل ان احنا بنسميه سنجل لاين دايجرام.